عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى نكمل يا شباب. قلنا سريعا هو سبيكنر، قلنا بيكنر شيز فروم شيكاغو ات ذا يونايتد ستيت، شي از جلوبال جولد امباسادور فور ذا يونايتد نيشنز، شي از ناشونال جيوغرافيك اكسبلورر، شي از دايركتور اوف انوفيشن ات سكول ان شيكاغو. طيب منا، كان يو تيل مي منا وات از ذا مين اوف بي بي اي؟ And give me example about it. PPPE اللي هو الوقاية الشخصية. Okay, say it in English. إيه هو ال PPE؟ ال PPE ده اختصار لإيه؟ And give me example about it. Give me example about the PPE. Okay. اللي هو البيرسونال بروتكتيف برافو اكويبمنت. عليك. ال PPE it's meaning personal protective equipment. Give me example about ال PPE. اوكي، ماسك، الفيس ماسكس، برافو. ها gloves، برافو عليك. حاجة اسمها disposable glove. يبقى تاني كده هناخد example على ال B، على ال PPE. احنا قلنا ال PPE اختصار لكلمة ال P أولانية personal، after that protective، وال E اختصار لكلمة equipment. يبقى قلنا ال PPE like or such as ال face mask و ال disposable gloves. تمام كده؟ طيب okay. after that we're talking about Sarah debris tracker. Do you know anything about the debris tracker? Is an application known there is an application. Did you say again? It is an application. And yeah, تفضلي كملي. An application known as قلنا ال debris tracker it's application you can download this application for free. This application Mrs. Big Kinner use it. حد عارف Mrs. Kinner uses this application in what؟ to spread awareness. برافو عليكم. To spread awareness of the dangers of litter. لأن احنا قلنا one day Mrs. Kinner noticed a lot of litter from COVID BVE and she decided to do something help about it. What did she decide? She decided to spread awareness of the dangers of litter. What did she do? Well, number one, she took a photo of litter. After that, she recorded exactly where she found this litter. She used an app, a free application, it's called Debris Tracker. This application recorded the location of the litter. ده بقى اللي كان بيحدد لي اللوكيشن الخاص بأي مخلفات، بأي litter. كان اسمه الديبري تراكر. تمام كده؟ قلنا كمان يا شباب هسألكم سؤال، another question. Did Big Kenner collect data alone? Did Mrs. Kenner collect data alone about the BBE litter? No. No. مين قال no؟ أمنا. اوكي برافو عليك يا منى. امال عملت ايه؟ هي بتعمل كده collecting litter with his students. برافو عليك. She collect letters أو she collect data بقى. هي بدأت تعمل collect data دي with her students. طب ازاي teacher؟ قلنا she educates the primary school student from grade 3 to grade 5. What is the impact؟ ايه هو ال impact of different type of litter on the environment؟ ازاي ال litter دي المخلفات دي ممكن تبدأ تعمل impact تأثر على ال environment البيئة بتاعتها. After that she teach them how to use the debris tracker. ازاي يبدأوا يستخدموا برنامج ال debris tracker ده. So after that, Mrs. Kinner used another thing on the internet. She used the internet that make حاجة اسمها hashtag. فاكرين الهاشتاج؟ Yes. حد فاكر الهاشتاج الخاص بميس كينر كان ايه؟ كان اسم الهاشتاج بتاعها ايه؟ انا عارفة. اتفضلي قولي. انا عارفة. اتفضلي قولي.
لقيت عارفة اسم الهاشتاج ايه؟ tracking PPE. برافو عليكي، الهاشتاج بتاعها اي هاشتاج لازم يكون قبله علامة الشباك دي اهو كده، وقلنا الهاشتاج بتاعها ده كان اسمه tracking البي بي اي. قلنا ميس سكينر بدأت تحط الهاشتاج ده على تويتر وانستجرام and she also make campaigns. قلنا كلمة campaigns دي يعني حملات، بدأت تعمل حملات على السوشيال ميديا. طب ليه يا تيتشر؟ قلنا she do it to encourage her followers. حد عارف الفولورز؟ مين هم الفولورز؟ يا الفولورز اللي هم المتابعين. برافو عليك الفولورز، برافو اللي هم المتابعين. مثلا وليكن رهف عندها انستجرام او فيسبوك او تويتر، وانا اوريدي عملت لها فريند ريكويست، لو هي اوريدي اكسبت ذا فريند ريكويست يبقى انا كده فولورز ليها، انا كده متابعه لرهف، فبالتالي كانت مسز بيكنر اوريدي عندها فولورز متابعين على انستجرام والواتساب والفيسبوك، لان احنا قلنا هي استخدمت السوشيال ميديا كلها ما حددتش ايه بالظبط. فقال لي بدات تستخدم السوشيال ميديا دي عشان تبدا تعمل كامبانيز حملات توعي فيها الفولورز بتاعتها اللي هم اوريدي هم كمان يعملوا كولكت للبي بي اي ديبري اند داتا. كل الفولورز اللي عندها تبدا تعمل حملات ازاي يبداوا يجمعوا الليترز دي او البي بي اي ليتر اند الداتا. تمام كده؟ طيب قلنا يا تيتشر الداتا اللي انا ببدا اعمل لها ابلودت على البرنامج الديبري تراكر، قلت ليها نوعين، حد فاكر؟ او ليها شكلين، تو فورمز، حد فاكرهم؟ ها انا دلوقتي بجمع داتا عن الليتر الموجوده في الستريت. الداتا اللي انا جمعتها دي عايزه ارفعها على برنامج الديبري تراكر so the other can see it. طب الداتا اللي انت بترفعيها دي بتكون على شكل ايه؟ قلت فيها شباب شكلين، تو فورمز. اول فورم ممكن ارفع الداتا على شكل جي بي اس ماب لوكيشن، جي بي اس ماب لوكيشن، ده اول شكل. يس. تاني شكل ممكن ارفعها على شكل انفوجرافيكس، حد فاكر انفوجرافيكس يعني ايه؟ بيانات رسوم بيانيه، رسوم بيانيه. الانفوجرافيكس دي showing the different kind of debris. لو انا حطيت رفعت الداتا على شكل انفوجرافيكس رسوم بيانيه، الرسوم البيانيه دي بتوضح لي ايه هو الديفرنت كايند اوف ديبري، ايه انواع المختلفه للديبري اللي هي المخلفات. كلمه ديبري يعني مخلفات زي كلمه ليتر، الاثنين ذا سيم مينينج. تمام كده؟ طب تعالوا كده سريعا نشوف الشكلين دول عاملين ازاي. بصوا كده، ادي اول شكل قلت لكم عليه، ده كده اسمه جي بي اس ماب لوكيشن. ادي كده عندي ماب اهي، خريطه من خلال الماب دي ببدا احدد اللوكيشن اهو، ده كله كل الدوائر اللي عندكم دي، الدوائر دي معموله بالبلو دوت. حد عارف يعني ايه بلو دوت؟ يعني نقطة زرقاء. برافو عليك، نقط زرقاء. ببدا احدد كل، بحط كل التايب للليتر اون ذا ماب على الخريطه ببلو دوت بنقطه زرقاء، المفروض دي لونها ازرق، لو حد دخل على البرنامج هيلاقي دي لونها بلو مش اللون ده كده. تمام؟ وعشان بس في الكتاب فاللون باهت شويه. فبدات اول شكل، ممكن والله ارفع لك الداتا على شكل لوكيشن بالجي بي اس على الماب، انت بقى تبدا توصل على الليتر دي او الداتا دي من خلال الماب دي، الخريطه تبدا تتابع الجي بي اس وتوصل لها. ده اول شكل. قلت لك والله الشكل الثاني ممكن بقى احطه لك على شكل انفوجرافيكس رسوم بيانيه، ده شكل من اشكال الرسوم البيانيه دي اسمه بي شارت، رسم بياني دائري، ده اسمه بي شارت، ده شكل تاني من اشكال اللي ممكن اعمل بيه ابلود للداتا، ده اسمه بي شارت، رسم بياني دائري. تمام كده؟ تمام. تمام، نكمل بقى. طيب نكمل بقى الجزء اللي بعد كده، بيقول ايه يا تيتشر بقى؟ هما بدأوا يعملوا ايه بالداتا اللي هما جمعوها دي؟ بقول لكم يا شباب الداتا اللي احنا جمعناها دي بدأنا نعمل لها حاجة اسمها analyzing. حد عارف يعني ايه analyzing؟ خدناها قبل كده، او كلمة analyzing كتير قوي. analyzing أعرف تدوير. لا عادة تدوي يعني recycle. كلمة analyzing دي انا دلوقتي جمعت داتا عن ال PPE litter، عن المخلفات دي، بدات اخد الداتا اللي انت جمعتها دي كلها، ذا داتا ذي ار كولكتد ووز انالايزد، بدات احللها، بدا محل الداتا واعمل لها انالايزنج هيطلع لي ريزلت، نتائج. ما انا خدت الداتا عملت لها انالايز، عملت انالايز تحليل، اكيد هيطلع لي ريزلت نتائج. قال لك النتائج دي بتعمل لي هايلايتد، حد عارف يعني ايه هايلايتد؟ بتعمل هايلايتد للافكت اوف البي بي اي ديبري اون لايف. حد عارف يعني ايه ده هايلايتد؟ يعني كلمة هايلايت يعني تبدأ تسلط لي الضوء أو تبدأ توضح لي إزاي البي بي إي ديبري تبدأ تعمل إفكت على الحياة بتاعتي. يعني دلوقتي بدأت أديك داتا، وأنت خدت الداتا دي عملت لها أنالايز، النتائج اللي طلعت بدأت توضح لك قد إيه البي بي إي ديبري دي
affect in my life، بتأثر على حياتي. So we request change، نبدأ نطلب بحاجة اسمها التغيير، changing. نبدأ بقى نغير في اللي احنا اوريدي بنعمله ده كله. مثلا لو في باسكت واحدة، لا يكون في 4 باسكت، في عامل Sure. باسكت واحد يكون. نعم أي هي highlighted دي يعني تم تسليط الضوء عليه؟ كلمة هايلايتد دي يعني بسلط الضوء، يعني بمعنى صح ببرز الحاجة دي. أنا عايزة مثلا الكلمة دي أقول لكم أكتر كلمة ركزوا عليها الكلمة دي، فأبدأ أعمل لها هايلايت أو أبدأ أسلط الضوء عليها أو أبدأ أبرزها شوية، إن الكلمة دي مثلا مهمة فأبدأ أعمل لها حاجة اسمها هايلايتد. تمام كده؟ تمام. طيب كده بالنسبة لبيكنر اللي أخذناها المرة اللي فاتت، وبالنسبة للديبري تراكر والهاشتاج. طب إحنا تيتشر كإيجيبشن، كمصريين كايجيبشن سيتيزن، مفيش اي حاجه خالص مصر عملتها بحيث ان هي تبدا تعمل سبريد الاويرنس اوف دينجرس اوف ليتر، هي كمان تبدا توعينا بخطوره الليترز دي؟ قالت لا، مصر عملت حاجه اسمها الجو جرين، اخدتوها تقريبا في السوشيال ستادز، خدتوا حاجه اسمها التحضر الاخضر؟ لا يا مس اتش خدتوهاش؟ ما عايزينك تمام. في حاجه عندي يا شباب اسمها الجو جرين، الجو جرين انتايتيف، مبادره اسمها مبادره الجو جرين، كلمه انتايتيف يعني مبادره. ركزوا بقى معايا في الجزء ده، بصوا ركزوا عشان هديلكم في السؤال دلوقتي وحاسه ان انتوا تغلطوا فيها. بصوا بيقول لي بقى في الجو جرين ايه يا شباب، الجو جرين بيقول تيتشر مبادره الجو جرين دي السوشيال ريسبونسابيلتي. حد عارف يعني ايه كلمه سوشيال ريسبونسابيلتي؟ اهي كلمه سوشيال responsibility. يعني سوشيال دراسات ال نو تشري سوشيال، يعني المسؤولة الاجتماعية. برافو عليك. المسؤولية الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية، كل واحد فينا each one of you have social responsibility. حد عارف يعني ايه social responsibility؟ لما اقول لك مثلا رنا انت you have a social responsibility، انا كريتش اسراء عندي social responsibility، حد عارف يعني ايه؟ لما اقول لكم كل واحد فيكم عنده social responsibility، مسؤولية اجتماعية، ما عنديش يعني كل واحد responsibility about his communities، كل واحد مسؤول عن المجتمع اللي بيعيش فيه. فالمسؤولية الاجتماعية بتاعتي اول حاجة لازم اعمل fighting the pollution، لازم احارب او اكافح التلوث، ما لوثش البيئه بتاعتي. don't throw any litter on the street، ما حدش يرمي مخلفات على الارض، دي تعتبر social responsibility. لازم ابدا احافظ على المياه، that's the water you drinking، ما حدش يبدا يرمي فيها اي مخلفات اي litter، دي تعتبر social responsibility. ابدا احافظ على البيئه بتاعتي، دي كلها اسمها social responsibility، مسؤوليات اجتماعيه. فقال لي تيتشر ان social responsibility دي is the basic، الكلمه دي كان اسمها basic، اساس on which the Egyptian Ministry of Environment started the Go Green Initiative. What is the meaning of Ministry of Environment? Ministry of مستر Environment. ما خدتوش وزارة قبل كده كلمة وزارة؟ Ministry؟ تيتشر انا عارفاها، وزارة البيئة صح؟ برافو عليك، وزارة البيئة اسمها Ministry of Environment. ايه هو يا تيتشر ايه يسالني كده في الاسئله، بيقول لك what is the basic، ايه هو الاساس in which the Egyptian Ministry of Environment started the Go Green Initiative. ايه الاساس اللي استندت اليه وزاره البيئه عشان نبدا مبادره الجو جرين دي؟ هو السوشيال ريسبونسابيلتي، المسؤوليه الاجتماعيه، لان قلت السوشيال ريسبونسابيلتي دي is the basic، ده الاساس on which the Egyptian Ministry of Environment started the Go Green Initiative in 2019. بدأنا المبادرة دي اللي هي اسمها Go Green in 2019 يا شباب، 2019. طيب تعالى كده نشوف المبادرة دي بتتكلم عن ايه. قال لي اول حاجة تكشف مبادرة الجو جرين انتايتل، it's part of، دي تعتبر جزء من الـ National Sustainable Development Strategy. تاني كده قال لي الجو جرين دي it's part of the National Sustainable Development Strategy، يعني جزء من الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، لو حد سمع الاسم ده قبل كده. طيب قال لي كمان الجو جرين انشيتيف دي ات كفر 36 انفيرمنتال ايشو، بدات تغطي لي 36 قضايا بيئيه، يعني البادره دي واحنا بنناقشها كانت بتبدا تغطي 36 انفيرمنت ايشو. قال لي كمان الجو جرين انشيتيف دي انكورج a more responsible attitude towards plastic waste. حد عارف يعني ايه بلاستيك waste؟ يعني البلاستيك
بس مخلفات كويس. البلاستيك. برافو عليكي. مخلفات البلاستيك، سمعوا حاجة اسمها ريسايكل، إعادة تدوير. بصي عادة في حاجة اسمها ريسايكل، فعشان كده قال المبادرة اللي اسمها جو جرين سايكل دي أكتر بدأت تشجع تعمل انكورج إن إحنا يكون عندنا مور ريسبونسبل اتيوتد، يعني النهج يكون أكتر مسؤولية شوية لما نيجي نتعامل مع البلاستيك ويست دي. محدش يبدأ يضيعها أو محدش يبدأ يبوظ البلاستيك ويست دي، لأن إحنا بنستخدمها في الريسايكل في إعادة التدوير. فعشان كده المبادره اللي هي جو جرين بدات تعمل encourage، تشجع على more responsible attitude towards البلاستيك ويست and other debris واي مخلفات تانيه. لازم يكون عندك more responsible attitude، نهج اكتر مسؤوليه شويه، تشرب بشكل مسؤول responsible. قال لي كمان يا تيتشر الايجيبت جو جرين انتيتيف spread awareness. مين فيكم، مين فيكم فاكر كلمه فاكر spread awareness meaning what؟ What is the meaning of spread awareness؟ ها spread awareness of environmental issues. يا شباب طيب هعتمد على نفسي، خدناها لسه في الدرس ده، قلنا spread awareness لما كنا بنقول beginner decide to spread awareness of the dangers of litter. كلمة spread يعني ابدا انشر، awareness الوعي. فاوريدي الجو جرين انتايتيف دي كانت بتبدا تنشر الوعي باهميه القضايا البيئيه environmental issues. قال اهو الجو جرين انتايتيف spread awareness of environmental issues. عند كمان الجو جرين انتايتيف دي يا شباب بدات تعرف كل ايجيبشن سيتيزن what is the role، ايه هو الرول in protecting the environment and natural resource. ايه هو دور كل سيتيزن، كلمه سيتيزن يعني مواطن مصري، في حمايه البيئه بتاعته in protecting the environment and the natural resource والموارد الطبيعية. لازم احنا كلنا كمواطن، مثلا يعتبر انا سيتيزن ونفس نظام رهف سيتيزن وسلسبيل سيتيزن، كل واحد فينا اسمه سيتيزن او ايجيبشن سيتيزن مواطن مصر. كل واحد فينا يا شباب have a role، ليه دور in protecting the environment and in كانت الجو جرين انتايتيف. بدأت الجو جرين، الجو جرين انتايتيف دي اول حاجة we started it by the basic of او البيزك تو ستارت ذس انتايتيف اللي هي جو جرين انتايتيف هو السوشيال ريسبونسابيلتي. قلنا السوشيال ريسبونسابيلتي از ذا بيزك اون ويتش ذا ايجيبشن مينستري اوف انفايرمنت ستارتد ذا جو جرين انتايتيف. افتر ذات الجو جرين انتايتيف اتس بارت اوف ناشونال سستينابل ديفلوبمنت استراتيجي، ات كفر سكس او 36 انفايرمنت ايشو اند انكورج مور ريسبونسابل اتيتيود توورد بلاستيك ويست. قلنا كمان الجو جرين انتايتيف spread awareness of environmental issue and encourage citizens on the rules they have to protect the environment and the national resource. في اي مشكله في الجزء ده يا شباب؟ ايوه يا تيتشر. يس تيتشر. تمام. في حد عايز يعيد له حاجه في الحته دي اشرحها تاني؟ انا يا تيتشر انا عايز اتفضلي. عايزه اشرح لك ايه تاني؟ الحتة دي هي كلمة development strategy. تمام. بقول لك ان الجو جرين انتايتيف، مبادرة الجو جرين دي يا شباب كانت تعتبر جزء من حاجة اسمها National Sustainable Development Strategy. عندنا حاجة بالعربي كده بنسميها الاستراتيجية او اطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة. حد يسمع عنها؟ الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة. في استراتيجيه كده بنعملها عشان يكون عندي تنميه مستدامه على طول، يكون عندي تنميه في البلد بتاعتي على طول، اسمها تنميه. كلمه تنميه ديفلوبمنت، ابدا اطور في المجتمع بتاعي. فانا قلت لك والله ان الجو جرين انسايتيف دي، مبادره الجو جرين ده جزء من التنميه اللي انا عاملاها او جزء من الاستراتيجيه اللي انا عاملاها عشان ابدا اطور المجتمع بتاعي. فعشان كده قلت لك اتس بارت اوف ذا ناشونال سستينابل ديفلوبمنت استراتيجي. كلمه استراتيجي يعني استراتيجيه القومية، كلمة ناشونال القومية للتنمية المستدامة. كلمة sustainable development يعني تنمية مستدامة أو تطوير مستدام. كلمة مستدام يعني معايا على طول، معايا over the time، معايا في كل الوقت. ها وصلت يعني إيه ناشونال sustainable development strategy؟ ببدأ أعمل استراتيجية، الاستراتيجية دي عشان أبدأ أعمل تطوير للمجتمع بتاعي، للكوميونتي بتاعي في وقت طول الوقت. يكون عندي خطة أو استراتيجية أبدأ أنمي بيها وأطور بيها المجتمع بتاعي. فقلت لك ان الجو جرين انسايتيف دي تعتبر بارت
جزء من الخطة اللي أنا عاملاها دي أو من الاستراتيجية دي. وصلت كده يا شباب؟ ها وصلت؟ شباب سامعيني؟ Yes, teacher. ها يا شباب، في حتة تانية مش مفهومة أشرحها لكم تاني؟ Yes. Thank you. نحل كده questions. اتفضلي أول حد معايا. سارة، اتفضلي كده يا سارة. نمبر 1 the true false. Rick Kinner is an explorer from Chicago to اكسبلور، برافو عليكي، ترو. نمبر 2 يا منى. Okay. بس هي الصورة عمالة بتحمل عندي. اوكي خلاص وصلت. مستر كينر collected letter data online alone alone Mrs. alone Skinner collected data or false letter data alone. برافو عليكي، alone بدأت student. تعمل collect the data with her student. برافو. نمبر 3 يا رنا. They go green in intuitive. entitled was started by the Egyptian Ministry of Environment in true. يقول لك the Go Green Initiative was started by the Egyptian Ministry of Environment in 2009. ترو No. احنا قلنا in 2019. 2019 يا رانا، اوكي؟ مش 2009. 2009 ده تاريخ قديم قوي. وبعدين الجو جرين انسايتيف دي لسه حديثا، لسه يعني معموله حديثا في 2019. اوكي طيب، نمبر 4 يا سلسبيل. اوكي تيتشر. Mr. Kinner educates her students on the impact of different types of litter on the environment. True. برافو عليكي، ترو. نمبر 5 يا رها. Yes. And number five. Okay, Yes. Mr. Kinner used Mrs. but Skinner used didn't the debris use tracker. social media in her. True. يقول لك Mrs. Skinner used the debris tracker app but didn't use social media in her environmental work. لا ما false استخدمتش. false 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 teacher false. برافو، ده هي اوريدي اعتمدت على السوشيال ميديا في كل الشغل بتاعها، في كل الانفايرمنتال ورك، كل الاعمال البيئيه. يعني هي عملت هاشتاج وبدات تعمل كامبانيز على السوشيال ميديا to encourage الفولورز in 60 countries to collect the PPE debris and the data. اوكي برافو. نمبر 1 يا ساره، وركزي قوي عشان عدتها كتير قوي، قلت مهمه جدا. اتفضلي كده. سارة، عشان تسمعني ولا الصوت راح ولا ايه؟ Yes, teacher. Sorry. بس ممكن. Is the basic on which is the Egyptian Ministry on Environment social responsibility? برافو عليكي، ده السوشيال ريسبونسابيلتي. برافو عليكي يا سارة، اكسلنت. قلنا السوشيال ريسبونسابيلتي از ذا بيزك، اهي يا شباب السوشيال ريسبونسابيلتي از ذا بيزك اون ويتش ذا ايجيبشن مينستري اوف انفايرمنت ستارتد الجو جرين انتايتل. برافو عليكي يا ساره، اكسلنت، برافو. نمبر 2 يا منى. Big Kinner was walking in her neighborhood road and she noticed a lot of litter from COVID PPE such as
disposable gloves and face masks. برافو عليكي. قلنا عايزه a lot of letter from the PPE او cover the PPE such as، عايز امثله على البي بي اي. قلنا برافو عليكي، disposable gloves والface masks. برافو عليكي يا منى. نمبر 3 يا رنا. Okay. Mrs. Kinner used the hashtag برافو عليكي، برافو عليكي. مسز كينر يوز ذا هاشتاج اللي هو اسم تراكنج البي بي اي تو انكورج الفولورز تو كولكت البي بي اي ديبري اند داتا. برافو. نمبر 4 يا سلسبيل. Okay, teacher, Mr. Kinner is a global goals ambassador for the environmental اللي هي دي، نو لا ولا teacher اللي هي United Nations. يس، يونايتد نيشن. قلنا مسز سكينر از ا جلوبال جولز امبيستور فور ذا يونايتد نيشنز. قلنا كلمه يونايتد نيشنز هي كلمه يونايتد ستيت، الاثنين ذا سيم، او ممكن يقول لك اليو اس اي، الاثنين صح. طيب نمبر 5 هي فاضله ايجيبت جو جرين انيشيتيف سبريد اويرنس اوف انفايرمنتال ايشوز. تمام كده. طيب السؤال اللي بعده عشان رهف ما حلتش، ثواني عشان نبدا ناخد جزء من الدرس الثاني. اتفضلي كده يا رهف سريعا. بيقول لي ايه يا رهف؟ match a sentence in A with a sentence in P. بيقول لك number one the data uploaded to the debris tracker app are in the form of. That uploading to the بيقول لك الداتا اللي احنا اوريدي بنعملها GPS ابلودد. قلت ايه؟ برافو map عليك، location برافو and عليك، برافو عليك، اكسلنت. اند ان فور جرافيكس. برافو. قلنا الداتا لما ببدا اعمل لها ابلودد تو ذا ديبري تراكر اب اور ان ذا فورم اوف، بتكون في شكل الجي بي اس ماب لوكيشن اند ان فور جرافيكس. برافو عليكي يا رهف، برافو. دي كده نمبر 1. نمبر 2 يا ساره. Number two, the go green Entitled. entitled imperatives each Yes. It's citizen. كلمة as citizen يعني مواطن. citizens rule in protecting the environment and national natural reason. برافو عليكي. قلنا زي جو جرين انتايتل امبريزز ايتش سيتيزن، بدات توضح او تحدد لكل مواطن الرول ان بروتكتنج ذا انفايرمنت اند ناتشورال ريسورس. نمبر 3 بيقول لي مسز سكينر يوز ذا ديبري تراكر اب ريكورد ذا لوكيشن وذ جي بي اس اند ديسكرايب ذا كايند اوف ليتر، هل هو بيبر ام بلاستيك ام غير ذلك. برافو عليكي يا شباب، برافو يا شباب. نيجي بقى النهارده ان شاء الله اللي احنا اخر حاجه اتكلمنا عنها هي السوشيال ريسبونسابيلتي. خلي بالكم بقى عشان الدرس الثاني ليسن 2 بيكلمنا عن ايه بقى، بصوا كده ركزوا معايا. ليسن 2 بيكلمنا عن حاجه اسمها ديجيتال سيتيزن شيب، ديجيتال سيتيزن شيب اند سوشيال ريسبونسابيلتي اجين. حد فيكم فاكر يو تيك ات ان جريد 4 وات از ذا مين اوف ديجيتال سيتيزن شيب؟ يعني مواطن رقمي؟ انه مواطن رقمي يعني ديجيتال سيتيزن، مواطن رقمي اسمها ديجيتال سيتيزن. لكن الديجيتال سيتيزن شيب بقى كلمة citizen لوحدها مواطن. طب كلمة citizenship كلمة citizenship أخدتوها في grade 4 اسمها المواطنة الرقمية، مواطنة رقمية. تمام. طب تعالوا كده سريعا ناخد ال definition بتاعها. كنا بنقول digital citizenship يا شباب it's the ability to use the technology ethically, responsibly and safely. يكون عندي ability قدرة، أو أكون أنا كتيتشر أو أي شخص تاني أي any person able to، قادر على use the technology ethically بشكل أخلاقي، إن هو already ما يتنمرش على حد، ما already ما يعملش hacking ل any computer system، already don't pull on other. دي كلها ببدأ أستخدم التكنولوجيا in ethical way اسمها ethically، responsibly بشكل مسؤول and safely بشكل آمن. لو already يا شباب any person use the technology ethically, responsibly, safely كده بنسميها digital citizenship.
تمام. حتى بيقول لنا اهو احنا already let's remember together the rights and responsibility of digital citizenship. اخدته في grade 4 rights responsibilities. حد فيكم فاكر ايه هي rights وايه هي responsibilities؟ What is the meaning of rights? What is the meaning of responsibilities? Ha. Rights or responsibilities? Okay. يا شباب فاكرين؟ بدل تيتشر تمام. هي ايه هي تيتشر؟ ايه؟ rights and responsibility دي rights يعني يس. الحقوق وال responsibilities يعني المسؤوليات. برافو عليكي، المسؤوليات. برافو. بصوا بقى ركزوا معايا، قلنا الرايتس دي حقوق، دي رايتس يو هاف. اني بيرسون يوزنج التكنولوجي هاف ا رايتس، دي حقوق. اما responsibilities things يو شود دو ات وين يوزنج ذا تكنولوجي، دي مسؤوليات يو شود دو ات، المفروض تفعلها اثناء استخدام وين يوزنج ذا تكنولوجي. اما الرايتس دي things يو هاف، حاجات انت بتمتلكها وين يوزنج ذا انترنت، تمام كده؟ او هو يوزنج ذا تكنولوجي. تعالوا كده نشوف الرايتس بتاعتكم، ايه الحقوق بتاعتكم. كل سيتيزن، كل مواطن ليه رايتس. نمبر 1 رايتس يو هاف حاجه اسمها برايفسي. اني ون اوف يو نو وات از ذا مين اوف برايفسي؟ برايفسي، يعني خصوصي، برافو. لا خصوصية. خصوصيه، كل فرد فيكم each one of you have privacy, have the right of privacy، ليه حق في الخصوصيه بتاعته. يبقى number 1 من الرايتس privacy. number 2 teacher protection from piracy. Protection from piracy. Anyone of you know what is the meaning of piracy? Piracy. طب عارفين يعني ايه قراصنة. هاكينج؟ Yes. عارفين يعني ايه هاكينج؟ الاثنين ذا سيم. Piracy it's meaning hacking. لازم يكون عندي حماية من الحق بتاعي، من rights I have. Protection، حماية from piracy، من القرصنة. اللي هي already someone take my content in illegal way، بشكل غير قانوني. Number three, ability to interact or engage with other online. كلمة engines دي يعني أبدأ أتفاعل، عندي ال right الحق to engines، أبدأ أتفاعل مع anyone online with other online. number 3 أو number 4 provide and access information online. you have the right to access any information you want online. أي information you want to access it، عايز توصل لها you have the right to access to it online. number 5 was the last one، قال لي ability to use the internet when needed. anytime you need the internet.